السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروس البرمجة في لغة دارت. معكم المدرس عبد الرحمن عبد العزيز العلوش من مدينة بانجلور في الهند. في هذا الدرس سوف أتحدث عما يسمى بـ Optional Positional Parameters. المقصود بأوبشنال هو اختياري، والمقصود ببوزيشنال هو الموضعي، والمقصود بباراميترز هي المتغيرات، أي المتغيرات ذات الموضع الاختياري. من المعروف أن أي دالة إما أن تأخذ باراميترز أو لا تأخذ باراميترز، ولكن إن حدد المبرمج لهذه الدالة parameters مثل x أو y، فإنه عند استدعاء هذه الدالة عليه أن يعطي هذه parameters قيم، وعندئذ نسميها ب arguments. ويمكن استخدام optional positional parameters من أجل ترك الحرية للمبرمج بإدخال قيم أو عدم إدخال قيم، ولكن يجب أن يتم تحديد ذلك للكومبايلر حتى يفهم أن هذا الparameters هو parameters اختياري، فإما أن يكون له قيمة أو لا يكون. وفي حالة لم يدخل المبرمج لهذا الparameters قيمة، فإن قيمته سوف تكون null. ويمكن شرح ذلك بالمثال التالي. في هذا المثال يوجد لدي دالة تم أعطاها الاسم fun، وتم تمرير ثلاث parameters لها x و y و z أو z، وكلها من نوع integer. الآن اثنان منها وهما x و y هي parameters إجبارية، أي عند إدخال قيم أو عند استدعاء الدالة يجب أن ندخل قيم تمثل هذه الparameters، ونسمي هذه الparameters بparameters إجبارية أو mandatory. وبالنسبة للparameters الثالث تم وضعه بين قوسين كبيرين على شكل brackets، وهذا معنى أن هذا الparameter هو optional، فيمكن أثناء تشغيل البرنامج أن نعطيه قيمة، وفي هذه الحالة سوف يعتمدها الكومبايلر، وممكن أن لا نعطيه قيمة، وعندئذ يجب أن نحدد ماذا يجب أن يفعل الكومبايلر في هذه الحالة. الآن إذا لم نعطي هذا المتغير قيمة وهو من نوع optional اختياري، عندئذ فإن قيمته سوف تكون null. ويمكن استخدام if الشرطية من أجل إخبار الكومبايلر بذلك، وفي هذه الحالة نعلمه أو نكتب له التعليم التي يجب أن ينفذها. في هذا المثال طلبت منه أن يجمع فقط لي قيم x و y ويتجاهل قيمة z لأنها null. ولكن ماذا لو قام المستخدم بإعطاء قيمة لـ z؟ عندئذ يجب تخصيص جزء آخر من الكود، وخصصت له else الشرطية، وهي الملاذ الأخير في حالة فشل f، وطلبت منه تنفيذ التعليمة التالية وهي جمع الأعداد الثلاثة x, y and z، وذلك لأن z الآن تمتلك قيمة. وعند استدعاء الدالة باستخدام فقط x و y فإنه أو عن طريق إعطاء قيم لـ x و y فقط، فإنه يجب تنفيذ الشرط الأول. وفي هذه الحالة x تساوي 5 y تساوي 10، زيد لم أعطيه قيمة، لم أكتب قيمة لزيد هنا، فإذا سوف تكون قيمتها الافتراضية
null. وفي هذه الحالة يتم تنفيذ هذا الشرط وطباعة فقط مجموع X و Y. ولكن ماذا لو قام المستخدم بإدخال قيمة لزيت؟ عندئذ سوف تكون قيمة X 5 Y 10 Z 20. عندئذ سوف يتم تنفيذ التعليمة الموجودة في else وليس if، لأن زيد هنا لا تساوي null لأنها تساوي 20. وسوف يتم طباعة العدد الأعداد مجموع الأعداد الثلاثة مع بعضها. لنقوم بتجربة ذلك باستخدام برنامج IntelliJ IDEA. وقبل ذلك، إن استدعاء الدالة بهذا الشكل سوف يعطيني الناتج 15، واستدعاء الدالة بهذا الشكل سوف يعطيني الناتج 35، مجموع الأعداد كلها. هنا مجموع X و Y فقط، هنا مجموع X و Y Z. لننتقل إلى برنامج IntelliJ IDEA. هذا هو البرنامج. أقوم بإجراء كومنت لهذا الجزء. أستدعي الدالة ولكن فقط أعطيها قيم لـ X و Y وأتجاهل Z. فألاحظ أن الناتج هو 15. الآن أقوم بإجراء كومنت لهذه الدالة وأن كومنت لهذا الجزء وأشغل البرنامج فأحصل على الرقم 35. هنا يجب أن أذكر ملاحظة مهمة جدا جدا جدا، أن الأوبشنال بارامترز يجب أن يكون في النهاية، لا يمكن كتابته قبل Y أو قبل X. يمكن أن يكون لدي، هذا أولا، ثانيا يمكن أن يكون لدي أكثر من Optional Parameters. لنفرض أن Y أيضا Optional، عندئذ أحذف بداية هذا القوس وأضعه هنا، ومن أجل ذلك يجب تغيير F الشرطية. فإذا كانت زيد لا تساوي، فإذا كانت زيد تساوي نال أو واي تساوي نال، عندئذ فقط أعطني قيمة إكس. أما إذا كانت زيد لا تساوي نال أو واي لا تساوي، والأفضل أن أضع و وليس أو. أما إذا كانت زيد لا تساوي النل وواي لا تساوي النل، فالرجاء طباعة مجموع الأعداد الثلاث كلها. لنقوم بتشغيل ذلك واستدعاء الدالة من جديد. لنعطي قيمة هنا لواي وزي، فقط سوف أعطي قيمة لمين؟ لإكس. في هذه الحالة سوف يكون الناتج قيمة إكس فقط. يمكن التأكد من ذلك، فحصلت على X فقط. ولكن ماذا لو تم إعطاء قيمة لـ Y و Z؟ عندئذ سوف يتم تنفيذ التعليمة هذه وليست هذه التعليمة. لنتأكد من ذلك فأحصل على المجموع 35. المهم، إذا كان لدي أكثر من Optional Parameter يمكن وضعها في قوس بين قوسين فقط، ولكن هذين القوسين يجب أن يكونا في النهاية وليس في الوسط ولا في البداية. إذا كان لدي بارامتر واحد من نوع Optional أيضا يجب أن يكون في النهاية. فإذا كل محتويات هذين القوسين يجب أن تكون في النهاية على اليمين، وهذا مهم جدا جدا. يمكن أن تكون جميع البارامترات من نوع Optional وهذا جائز، ففقط يجب أن نركز على أنه في حالة وجود بارامتر إجباري Mandatory Parameters فإنه يجب أن يكون على اليسار أو الشمال، وفي حالة وجود Optional Parameter واحد أو اثنين فإنها يجب أن تكون على اليمين.